واحنا بنقول ان احنا اما بنتعامل مع دول العالم بنتعامل معاها على اساس ان ما حدش يتدخل في شؤون. ولكن اذا كانوا الامريكان بيفهموا انهم بيدونا شوية معونة علشان يجوا يتحكموا فينا ويتحكموا في سياستنا، انا بقول لهم احنا متأسفين، احنا مستعدين بننزل الشاي شوية، بنقلل من استهلاكنا في الشاي، بنقلل من استهلاكنا في البن، وبنقلل من استهلاكنا في بعض حاجات ونحافظ على استقلالنا، وإلا نضيع استقلالنا خالص. يبقى معركة سنة 56 ما فيهاش أي فايدة. ليه أنا بقول؟ إحنا لقد كان بيننا وبينكم جدار ضخم مرتفع، حاولتم أن تبنوه على مدى ربع قرن من الزمان، ولكنه تحطم في عام 73. كان هذا الجدار جدارا من الحرب النفسية المستمرة في التهابها وتصاعدها. كان هذا الجدار جدارا من التخويف بالقوة القادرة على اكتساح الأمة العربية من أقصاها إلى أقصاها. كان هذا الجدار جدارا من الترويج بأننا أمة تحولت إلى جثة بلا حراك. بل إن منكم من قال أنه حتى بعد مضي 50 عاما مقبلة فلن تقوم للعرب قائمة من جديد. فإنني أقول لكم إن عليكم أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو، وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب. إن عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبينهم، فلن يجديكم التوسع شيء. ولكي نتكلم بوضوح، فإن عرضنا لا تقبل المساواة وليست عرضة للجسد. إن التراب الوطني والقومي يعتبر لدينا في منزلة الوادي المقدس طوى الذي كلم فيه الله. انا امين في الكلمة. القدس الحرم ما حدش قلتها اكثر من مرة، قلتها لبيل كلينتون لما جاي. اذا كنتوا عاوزين، كنتوش عاوزين سلام، قولوا الحرم تحت سيادة اسرائيل. قلتها لبن عامي لما كان وزير خارجية وفاهم كويس قوي. من اخطر ما يمكن اللعب بالمقدسات الدينية، بس ما تكونش تحت سيادة اسرائيل. بس لان ما حدش هيقبل. يقعدوا يحاربوكوا 100 سنة وهتخسر الدنيا كلها. أما السيادة هي أصلها أرض مقتدى من سنة 67. سيبوا العرب يتفاهموا مع بعض، مالكوش دعوة، خرجوا منها. القدس ليست مشكلة فلسطينية فقط، وإنما هي مشكلة تهم كل مسلم في العالم. فإذا لم نصل إلى حل للقدس وعدم تهويدها، كأن إسرائيل بتكسب عداء كل المسلمين في العالم. الموضوع ده متروك للدول العربية، لكن المبادرة بتقول إذا وصلوا لسلام شامل وعادل والأراضي المحتلة رجعت، يطلب من الدول العربية توصية للدول العربية تقدر تعيد علاقاتها مع إسرائيل. لكن المحاولة دلوقتي إعادة العلاقات مع إسرائيل قبل البتاع، لا أعتقد، وده أنا سمعته من الدول العربية، إن حد هيوافق عليه. هل عشان نقول القدس ماشي عربية؟ القدس معروفة أرض محتلة سنة 1967. تقول بعدين كلينتون بقى زعل بتاعه لو فات عليه هنا بعد ده بكام يوم. كنت قلت له، قلت له ما فيش زعيم عربي ولا مسلم يستطيع أو يجرؤ أمام شعبه يوافق إن القدس تاخدها إسرائيل. اتفق معك في ذلك الأمير عبد الله بن عبد العزيز. قلت له مش ممكن يا عبد السعود. قلت لكلينتون، فكلينتون الحقيقة كنت أنا بعت له، قلت له أنت بتطلب مني زعلان عشان كده كده. أنا لا أستطيع أقول للعرفات كده وافق في كام جبل، لكن مستحيل، ولا أي زعيم مسلم ولا عربي يقدر يقول لعرفات كذا. أنتوا بتعمقوا الكراهية وبتخلقوا جيل جديد من الشباب العربي في المنطقة، اللي من اعتباره من 5 سنين بيسمع إسرائيل القتل، يشوف جنازات، يشوف موت، ويشوف ويشوف ويشوف،
بتعمقوا الكراهية، لو استمر هذا حال 10-15 سنة هيجي وقت تواجههم فوق 400 مليون واحد يكره إسرائيل. هتعملوا إيه؟ هتقدروا تقفوا 400 مليون واحد؟ الله، انتوا بتضحكوا علينا. من خلينا نتكلم بصراحة مع بعض، عاوزين نساعد عشان نهدي، احنا عاوزين سلام، عاوزين منطقة كلها فيها سلام وتعاون. اللي انتوا بتعملوه هيرد عليكم وهتقلبوا الدنيا كلها جهنم في المنطقة. مفيش سلام يعني في خراب، مش على الشعب الفلسطيني بس، على الشعب الإسرائيلي نفسه. المواطن الإسرائيلي هيتعرض لضرب. إسرائيل، وأنا بقولها دلوقتي بعد 50 سنة وأكتر، إذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.